بالضبط، يعني باقي المخلفات كما كتشوفوا، الجدران كلهم كحلين، الحيوطه كحلين، الحيط طاح. هي غتكلم لينا على هذه الصدمه ديالها، فهي في حاله نفسيه مهزوزه في ظروف صعبه جدا. غنستمعوا لها. السلام عليكم اخوان، جيت للدار عندي نهار السبت مع الست العشية، جيت بغيت نحلها باش يجيو معايا الدار والوليدات وداكشي. ملي حليتها تفاجأت بالعافية، صافي جاني انهيار عصبي، حيدي عيطت على الاخت ديالي مشات معايا، مشينا عند الجوندارم، جاو معايا الجوندارم سولوا الناس وداكشي، ولكن ما السلام عليكم خوتي، معكم حياة الأخت ديال حكيمة اللي تعرضت لهاد الظلم وهاد الحقرة، مشات ليها دارها، مشاو ليها حوايجها، الشقة ديال عمرها كامل، تمارة ديال حياتها كاملة، مع العلم أن أختي كتشتغل عاملة نظافة بالمستشفى المحلي لمدينة سيدي بنور، وراهي معروفة والساكنة البنورية كتعرفها بالطيبوبة ديالها، بالأخلاق ديالها، بالصبر ديالها، مرضية ميمتها، هزة ميمتها، هزة خوتها، هزة وليداتها، هزة حمل ثقيل. جات مسكينة مشات عند أمها كتعاونها باش تجمع بالمناسبة العيد الكبير، تجمع مع أمها دارها وداك الشي، وعاد ترجع. ملي رجعت مسكينة دخلت للدار تفاجأت كتلقى العافية مازال شاعلة، كلات ليها كل شي، حوايجها كاملين، ولات دارها خراب. الا دخلتوا للدار كانكم دخلتوا لدار في سوريا ماشي في المغرب، كل شيء، السقف طاح، الحيوط طاحوا، الحوايج تحرقوا، الاساس كله تحرق، المواعن ديالها تشفروا، كل شيء. علاش هاد الشيء؟ علاش هاد الحقره؟ حشومه حشومه. واش الدرويش ما بقاش يعيش في هاد البلاد؟ واش الدرويش يتعرض للحقره؟ حرام، عيب. انا من هاد المنبر ديال شوف تيفي كنناشد السلطات المحلية بمدينة سيدي بنور باش تاخد اختي الحق ديالها، لأنها لا حول لها ولا قوة من غير القانون ديالنا ديال البلاد اللي هو اللي فوق الجميع. كنتمناو باش تدخل السلطات وباش يتدخل الدرك التقني باش يشوف لينا حل، ويشوف لينا شكون هاد الناس اللي تكرفسوا على اختي وكرفسوا لها دارها وخلاوها في واحد الحاله نفسيه اللي ما هياش، مع العلم انها كتعاني مسكينه من مرض القلب وكتعاني من مرض الكلي وكتعالج على بزاف ديال الامراض. نطلب من الله سبحانه وتعالى يكون معاها ويصبرها، يا ربي تصبرها، يا ربي تصبرها، يا ربي تصبرها، وتصبر الام ديالنا اللي اش غادي نقول لكم، واحد الحاله ما نقدرش نوصفها لكم، حاجه اللي غنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ الحق في اللي تعدى على اختي وظلمها، الله ياخذ فيه الحق. هي فاش وقعت شي معلومه حتى شي واحد الجيران ما ساقوش الخبر، ما عرفوش واقع؟ لا خويا، حتى واحد ما ساق الخبر، هي غير جات باش تطلع على الدار وتحل الشراجم تنفسها باش غيجيو خواتاتي وماما وولادها باش يجيو يدوزو شي ايام من العيد الكبير هنايا. ملي جات كتدخل كتتفاجئ بان العافيه شاعله في الدار، وباش تاكدت بان السارقه كما غتشوفوا معانا راه كاينين شي حوايج تحطوا قدام الباب، ما عرفت واش ما لقاوش فين يحطوهم ولا الله اعلم. ها هما راه مازال كتشوفوهم قدامكم. غادي نشوفوا كلشي بالتالي، غادي ندورو نديرو جوله. صافي خويا، واخا تفضلي كملي. هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كاين. انا كنشكر قناه شوف تيفي لانها جات هنا وتصنتات لينا قناة صوت الشعب. شكرا لكم بزاف، شكرا على المساندة ديالكم، الله يكثر خيركم والله يجازيكم بخير. وكنتمنى من خوتي المغاربة يشوفوا في بعين الرأفة والرحمة في اختي، لأن مسكينة ضاعت بين عشية وضحاها، كتلقى راسها ما بقى عندها والو، لا فراش لا دار، السقف ديالها تهدم، الحيوط ديالها ضاعوا، كاع داكشي اللي تعبات عليه سنين ودارت بزاف د الحوايج. انا عرفت اختي كافحات وبفلوس الحلال وتعذبت عليهم وزت الكراطه والجفاف، وكتجفف مسكينه وكتخدم عند اللي يسوى واللي ما يسواش، من الديور كتخدم فيهم وتجفف فيهم، وفي الاخر كتجي كتلقى هادشي كامل ديالها مشى ما يمكنش. وحنا لا حول لنا ولا قوه ما عندنا باش نعاونوها الا بحسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هادشي اللي
غنقول؟ انا اختي ما لقيتش ليه الجهد، ما لقيتش باش نعاون، ما عندي كيفاش ندير باش نعاون اختي. كنتمنى من اخوتي المغاربه يعاونوا اختي، وكنتمنى من السلطات تاخذ اختي حقها. انا كناشدكم السلطات مدينه سيدي بن نور توقفوا مع اختي وتاخذوا لها حقها. راه تحك راس، راني تاما وتحكرنا في هاد البلاد، ما لقيناش اللي يشد لينا بيدينا واللي وقف معانا. كنت رجوكم انكم تعاونونا وتوقفوا معانا وتاخذوا اختي حقها، راه ضاعت مسكينه وما تستاهلش هادشي اللي كيطرى لها. إذا كان هذا نداء كما شفتوا ديال هذه السيدة والأخت ديالها. المنزل يعني تحرق بالكامل، المنزل يعني كنشوفوا الجدران ديالو، الحيوط ديالو حتى هما يا طاحوا. هانتوما غادي تشوفوا معنا يعني شنو واقع الخراب اللي تعرض ليه هذا المنزل كما كتشوفوا، كما كتشوفوا مشاهدينا يعني هذا الحيط، وكتشوفوا يعني هذا السقف كيفاش ولا ديال هاد الدار. يعني وضع صعب كتعيشو هاد السيدة، ظروف نفسية جد صعبة. انتوما كتشوفو يعني بعد ما كافحات واجتهدات وخدمات، فبين عشية وضحاها حوايجها مشاو كما كتلاحظو. المنزل ديالها ملي داو الحوايج وشعلوا العافيه، انتما كتشوفوا يعني كيفاش ولا. هذه هي الحاله ديال المنزل، ديال الحيوطه ديال المنزل كيفاش. يعني ندخلوا نشوفوا بعض الاماكن في المنزل كيفاش ولات بعد ما شعلوا المشتبه بهم يعني العافية في الدار. هذه الكوزينة، الوضع ديالها تا هي، الحالة ديالها يعني كلشي تحرق، كلشي تحرق كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي. مبقاش يعني شي حاجة في الدار كما كتشوفوا، يعني بقى داكشي اللي شاط عليهم اللي ما بغوش حاجيات اللي ما بغاوهمش هما اللي خلوهم، وعاد شعلوا العافيه وغادروا ومشاو. هذه هي الوضعيه ديال هذا المنزل اللي تحترق بمدينه سيدي بن نور. وغادي نديروا واحد الاطلاله من هنا لهذا المكان من هذه الزاويه كما كتشوفوا، باش نشوفوا اكثر، نقربكم من الصوره اللي صرا عليها يعني هذا المنزل كما كتلاحظوا مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي. هذا هو السقف ديال الدار، كاين بيت واحد اللي جا في الخارجة هو اللي شوية بقاو الفلاش ديالو، ولكن الحيط حتى هو تضرر بشكل كبير. وغادي نشوفوا كما كتشوفوا يعني الزجاج، كتشوفوا الحجم ديال الخسائر اللي تعرض لها هاد المنزل هنا بمدينة سيدي بن نور. ديال الأضرار اللي تعرض لها هاد المنزل، حريق العافية كما كتشوفوا يعني الحيط كيفاش ولا. هذا الحيط ديال الصالون، مكان ديال التلفازة، التلفازة كيفاش ولات، هي هذه اللي ساقطة أمامكم كما كتلاحظوا. يعني غير هذا المحل هذا الصالون جا في الخارجة ما وصلاتوش العافية، هذه التلفازة تحرقات كما كتلاحظوا مشاهدينا. هادو هما الحيوط ديال هاد الصالون، انتوما كتتابعوا معنا على المباشر. وهادو الحوايج اللي كانوا ربما غيديهم، هادو هما الحوايج اللي قلت لنا قبيله ياك. اه خويا هادو هما الحوايج اللي كانوا غيديهم، هما المحطوطين هنايا، وهما شي حوايج هنا في هاد البلاصه ديال
مكانات وشارجورات والتليفونات ديال خواتاتي كاملين هزينهم، حيت حنا كنثقوا في اختي وكنخبيو عندها حوايج، حتى حنا حوايجنا مشاو لينا، ولكن حنا الخليفه على الله، المهم هي اختي تاخذ حقها. إذن هذا هو المنزل اللي كما قلنا بدوار دلال زار جماعة محمام، إقليم سيدي بنور اللي تعرض للحرق كما كتشوفوا، والسارقة وشن السيدة يعني منهارة مولات هذا المنزل. أجي طلع النداء ديالك الأخير قبل ما ننهيو هذا المباشر، يعني غناخذوا النداء ديال السيدة مولات المنزل والاخت ديالها اللي هما منهارين كما شفتوا كما تبعتوا معنا، ولكن الله يحسن العون، لان هذا الشيء اللي كنشوفه يعني قليل فين كنشوفه بحال هاد الاحداث، قليل فين كنشوفه بحال هاد الشيء اللي شفناه اليوم. هاد الشيء ما تخيلوش بانه وقع في هاد الدوار ديال بدارزه جماعه وحمام اقليم سيدي بنور اللي معروفه هاد المنطقه، يعني ما عمر سبق وقع فيها بحال هاد الشيء لأول مرة. خذوا باش تعطيو النداء ديالكم للمشاهدين ولا الناس اللي كيتابعوا معكم هاد المباشر، وأيضا كل من يقدر يساعدكم فهو يتواصل معكم برقم الهاتف اللي مبين على الشاشة. تفضل. المهم كنشكر قناة شوف تي في اللي استجبت لنا وجات عندنا باش توصل الصوت ديالنا لخوتنا المغاربة والسلطات المحلية لمدينة سيدي بنور. كنشكركم بزاف، الله يكثر خيركم والله يجازيكم بخير، وكنتمنى من السلطات المحلية لمدينة سيدي بنور باش تعاون اختي وتاخذ لها حقها وباش التحقيقات تاخذ المجرى ديالها، وكنتمنى الدعم من خوتي المغاربة يدعموا اختي لأنها تعبات بزاف وتمحنات بزاف. حنا هي اللي عرفناها من بعد الموت ديال الاب ديالنا، هي اللي تعاونت معنا وهي اللي هزت معنا الحمل كما كنقولوا، هي اللي هزه منا، حيت حنايا ما كاينينش هنا غايبين خدامين باش نحاولوا نبقاو جامعين منا ونعاونوها وكل شيء. المهم هاي اختي غدا تهضر معاكم والله يكثر خيركم والله يجازيكم بخير، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي دار لاختي هاد الحاله. هضري مع الناس، قولي لهم شكريهم، هضري مع السلطات المحليه، راه انت عارفه شنو. مشيت عند السلطات المحليه، جاوا معايا الله يجازيهم بخير، سولوا الجيران، داروا معايا، جاوا ماشي مره ماشي جوج، لكن انا بغيت حقي يبان، بغيت نعرف شكون اللي دار لي هاد الحاله، حيت انا ما دايره الذنب مع حتى شي حد، ما مخاصمه مع حتى شي حد، تيتسرقوا لي حوايجي ويتشردوا لي وليداتي، ما بقاش عندهم حتى ما يلبسوا، كلشي حويجاتنا هنايا ما بقاش، هادشي اللي لابسه هو اللي بقى عندي، ما بقى عندي والو، والو ما بقى عندي، ها الصابون اللي عندي كنخدم به كنخرج به كلشي ما بقاش عندي كاع. هالحاله كتوريكم كلشي، لا زدت علي شي حاجه، الناس عارفين كلشي، الناس عارفين الظروف ديالي وعارفين اشنو كاين، و حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اذا كان هذا نداء ديال هاد السيده مولات هاد المحل اللي تعرض للسرقه، تعرض لإبرام النار فيه، يعني تحرق. فهادشي اللي شناه شيء مؤلم، شيء كيألم بمدينة سيدي بنور بدوار الدلازة جماعة بوحمام. هاد السيدة اللي كتشوفوا أمامنا تسرقات لها الدار ديالها وشعلوا فيها العافية مجهولين، الصدمة ديالها قوية بزاف، احنا شنا اشنو داروا لها. فللمساعدة رقم ديالها 0607 79 08 78، هذا هو الرقم الهاتفي ديال السيدة مولات هاد المحل اللي تعرض لهاد الأحداث لهاد الأشياء اللي شتو بعينكم. فكنتمناو إن شاء الله الكل يتدخل، الكل يساعدها، الكل يعاونها، كل من موقعه الخاص، كل يعاونها حسب المستطاع ديالو حسب الجهد ديالو، وكل يعاونها من الزاوية اللي يقدر يعاونها منها. وفي انتظار التدخل ديالكم فغنهيو هذا المباشر على امل لقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء مشاهدينا.